اطعب واعتبر، فإن الموت نازل لا محالة، الموت نازل بنا جميعا. لقد خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له: إنك ميت وإنهم ميتون. كان هذا الخطاب للنبي وهو حي على وجه الأرض منذ 1440 عاما. وانظر إلى الآن، مات النبي ومات أصحابه ومات التابعون ومات تابع التابعين ومات أجدادنا ومات آباؤنا، وكما ماتوا سنموت، وكما مرت الحياة عليهم علينا ستمر، وسيصبح المرء رهين عمله، لا ينفع مال ولا ولد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.